الله الله على الأزهر. على مصر مين يبعت سلام الكلمتين يا اهل الافراح، مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. اصغر العلماء تقدر تقول متى شاهدنا ندعي لهم رب السماء وقولوا امين ان شاء الله ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كل عام وأنتم بخير بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام في عامه المقبل جميعا كده. طيب، انتهينا في اللقاء السابق عند قول الناظم: أقول لحر والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذو النور مكحلة، أليس كذلك؟ بلى ولا نعم؟ بلى. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجملا. وهذا من تواضع الإمام رحمة الله عليه، ويعتبر هذا مقول القول، لأن هو هناك بيقول إيه؟ أقول إيه؟ أقول لحر، فبيقول له إيه لهذا الحر: أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجملا. أي لما رأيت هذا النظم ملتفة إليه فأجمل أنت، أي ائت بالقول الجميل. فاهمين العبارة دي؟ يعني إذا كان هذا النظم لا يلتفت إليه ومحدش كأنه بضاعة كاسدة في السوق، أجمل أنت بالإيه؟ بالقول الحسن، زين هذه الإيه؟ البضاعة. أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق. قال أبو شامة رحمة الله عليه: وتواضع في جعله هذا النظم كاسد السوق، ولم يكسد. هو كسدت الشاطبية نظم حرز الأماني كاسد، ده انتفعت به جميع الدنيا. قال: ولم يكسد سوقه ولله الحمد، بل نفقت قصيدته نفاقا لم يسبق لغيرها، واشتهرت شهرة لم تحصل لغيرها من مصنفات هذا الفن. وكان شيخنا أبو الحسن، يقصد من؟ يقصد السخاوي أبو شامة. يقول: ما هو شيخ أبو شامة من شيخه؟ عالم الدين السخاوي اللي هو تلميذ الإمام الشاطبي. قال: وكان شيخنا أبو الحسن رحمه الله قد أخبرنا عنه أنه قال: لا يقرأ، سبق وقلنا هذا، لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا نفعه الله بها، لأنني نظمتها مخلصا لله فيها. هكذا قال الرجل عليه رحمة الله. يبقى معنى الكلام يقول لهذا الحر الذي يجتاز هذا النظم، الذي يقرأ هذا النظم، إن كان هذا العمل كاسد فأجمل أنت بما لا يجعله إيه؟
كاسدا، خلاص. والالف هنا اللي هي في ايه؟ ينادى عليه كاسد السوق ايه؟ اجملا. يبقى ايه جد دي عوض عن الايه؟ بدل الايه؟ بدل التنوين. وظن به خيرا، ثم قال رحمة الله عليه: وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا. برضو الكلام لمن؟ لهذا الحر. يقول: وظن بهذا النظم خيرا وسامح نسيجه. شبه هذا العمل بالإيه؟ بالنسيج. بالنسيج، النسيج الإيه؟ الخرق المهلهل. قال: وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا. هلهلا يعني إيه؟ يعني إيه هلهل؟ التوب الإيه؟ المهلهل. قال أبو شامة رحمة الله عليه: لما عبر عن النظم بالنسج عبر عن عيبه. إيه العيب؟ هو دلوقتي عبر عليه وإيه؟ وظن به خيرا وسامح نسيجه. يبقى الكلام هيعبر عن إيه؟ عبر عن عيبه بما يعي بما يعد عيبا في النسيج من الثياب، وهو الايه؟ الشيء المهلهل الخرق، خلاص. السخيف، تلاقي سخيف يعني رقيق، خلاص. اي احسن القول في هذا العمل. وظن به خيرا وسامح نسيجه بالاغضاء والحسنى وان كان هلهلا، اي تجاوز عن كل هذه عبارات. تواضع من الامام الشاطبي رحمه الله عليه في هذا النظم الذي انتفع به كل من هو متخصص في هذا العلم. يعني لا نجد عالم من علماء القراءات من بعد عصر الامام الشاطبي الا وانتفع بهذه القصيده ويحفظ هذه القصيدة ونفعه الله بها، كما قال الشيخ رحمة الله عليه. ثم قال رحمة الله عليه: وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا. إيه هم الحسنيين؟ إصابة إما أن يصيب، والأخرى إيه؟ والأخرى اجتهاد، اجتهد فإيه؟ فأخطأ. رام صوبا يعني قصد مطرا، الصوب هنا الايه؟ المقصود به المطر. لم يصبح جد. ها؟ وسلم لإحدى الحسنيين، الأولى ايه؟ إصابة. طب والأخرى؟ اجتهاد قصد به النفع فأصبح جد. يبقى ما فيش حاجة غير الايه؟ الاثنين دول. هنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما فأدركه كان له كفلان من الأجر، وإن لم يدرك كان له كفل من الأجر. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا البيت يعتبر في هذا الايه؟ في هذا المعنى، في معنى ايه؟ هذا الحديث. ان اصبت في هذا الاجتهاد فلك ايه؟ طيب وان لم تصب خلاص له اجر. له ايه؟ له اجر. قال: إصابة وان لم تكن إصابة هتكون الاخرى ايه؟ اجتهاد. اجتهاد رام صوبا يعني قصد الصوب هنا المطر، والمحل الجد، معنى رام صوبا فأمحل، قصد مطرا فما بقاش فيه مطر فبقى أصبح إيه؟ محل. ثم قال رحمة الله عليه، طبعا هنا خلي بالكم، فأمحل اللي هو الانقطاع الايه؟ انقطاع المطر. وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا.
وليصلحه من جاد مقوله. برضو عبر هناك قال وسامح نسيجه. المسألة المتعلقة بالنسيج حيبقى ايه العيب اللي في النسيج؟ ايه العيب اللي في الأقمشة؟ الخرق. خلاص. وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولة. أي وإن وجد خرق في نسيجه فتداركه أنت يعني القارئ الذي يقرأ هذه القصيدة أي تلافه بفضلة أي برفق وإناه. وليصلح هذا الخرق من جاد إيه؟ من جاد مقولة. المقول اللي هو الإيه؟ اللسان. هذه معنى مقول. مقول الواحد اللي هو إيه؟ لسانه. وليصلحه من يحسن العبارات. خلاص. وليصلحه من جاد مقولا. ثم انتقل إلى توجيهات أخرى، توجيهات عامة نصح. قال وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلى. هذا البيت نظم في عبارة مشهورة عند المتقدمين، لولا الوئام لهلك الأنام. العبارة هكذا، لولا الوئام لهلك الإيه؟ الأنام. قال وقل صادقا لولا الوئام وروحه، هو أضاف إلى الإيه؟ إلى هذه العبارة روح الإيه؟ روح الوئام. قال لطاح الأنام الكل في الخلف والقلى. إيه القلى؟ ما ودعك ربك وما قلى. إيه القلى؟ البغض والقطيعة والكره. قال ولولا الوئام وروح الإيه؟ الوئام لطاح الأنام الكل في الخلف والقلى. الأنام دي قيل يعني معنى أنام، قيل الإنس، وقيل الإنس والجن، وقيل كل ما له إيه؟ كل ما له روح يعتبر من الإيه؟ من الأنام. قال أبو شامة رحمة الله عليه، وزاد الشاطبي قوله وروحه، لأن هي العبارة إيه؟ قلنا نظم هذا البيت في المقولة المشهورة لولا الوئام لهلك الأنام. قال أبو شامة رحمة الله عليه وزاد الشاطبي قوله وروحه أي روح الوئام، تنبيها على ما في الوئام من مصلحة الدين والدنيا. وفي الحديث لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ثم قال رحمة الله عليه وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أن قاموا غسلا. وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب. القصد بالغيبة هنا الإيه؟ يعني غيب عن مواضع الإيه؟ الغيبة. مش كده ولا إيه؟ غيب عنها. فإن لم تغيب بجسدك فغيب بقلبك ولسانك، يعني لا تحضر الأماكن أو المواطن التي يكون فيها إيه؟ اغتياب. فلما هتغيب عن مواطن الغيبة تحضر، هذا عكس الايه؟ عكس الغيب الحضور، مش كده ولا ايه؟ عكس الغيب الحضور. فلما هتغيب عن مواطن الغيبه هتحضر حضار القدس. حضار القدس اللي هي الجنه، حظيره القدس هي الايه؟ هي الجنه. والقدس الطهاره، يعني تكون في الجنه طاهرا نقيا. قال العلماء حظيرة القدس الجنة، والقدس الطهارة. وقيل موطن في السماء فيه أرواح المؤمنين.
القدس قيل الطهارة وقيل موطن في السماء فيه أرواح المؤمنين، وهذا موجود عند كل الشراح لهذه القصيدة. أنقى مغسلة يعني هتكون إيه؟ نقيا من الذنوب مغسلا منها، يعني إذا غبت عن مواطن الغيبة هتحضر فين؟ عند ربك سبحانه وتعالى في الإيه؟ في الجنة. وعش سالما صدرا، سالما صدرا من كل خلق رديء، وعن غيبة فغب. طيب ليه هو اختار من كل عيوب البشر الغيبة خاصة؟ قال أبو شامة رحمة الله عليه: وإنما اعتنى بذكر الغيبة من بين الأخلاق المذمومة لغلبتها على أهل العلم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، لغلبتها على أهل العلم. ومنه ومن هذا المعنى قيل الغيبة فاكهة القراء، نسأل الله السلامة والعافية، قيل الغيبة فاكهة القراء. ووالله يا أحبة وجدنا هذا والعياذ بالله، نسأل الله أن يخرجنا من هذه الدنيا سالمين غانمين بعفو الله ورضاه وتطهير ألسنتنا. قالوا الغيبة فاكهة القراء. وقال بشر بن الحارث: هلك القراء في هاتين، هلك القراء في هاتين، في هاتين الخصلتين، الغيبة والعجب، الغيبة والعجب، نسأل الله العافية. وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أنقى مغسلا. تقريبا هو الشيطان يأس مع حفاظ القرآن الكريم في أن يثني هذه العزيمة عن الحفظ، فدخل عليهم بطريقة أخرى لكي يفسد عليهم ما أنعم الله عليهم به، وهي الإيه؟ نعمة حفظ القرآن الكريم. ثم قال رحمة الله عليه: وهذا زمان الصبر من لك بالتي، وهذا زمان الصبر، وهذا ده هو اللي بيقول، ده هو اللي توفي سنة كام؟ 590. يقول: وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. قال غالب الشراح نظم هذا البيت في ما روى أبو ثعلبة القشني عنه عليه السلام: ائتمروا بالمعروف، ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 منكم يعملون مثل عملكم. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي وغيرهم. من يبقى هنا الشيخ نظم هذا البيت في إيه؟ إيه الـ 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 الشاهد هنا؟ أيام الإيه؟ أياما الصبر فيهن. طيب، وحديث آخر عن أنس رضي الله عنه: يأتي على الناس
زمان الصابر منهن على دينه كالقابض على الجمر. وحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: إن من بعدي أيام الصبر إن من بعدي أيام الصبر المتمسك فيهن بمثل ما أنتم عليه له كأجر 50 عاملا. يبقى الإمام نظم هذا البيت في معاني هذه الإيه؟ هذه الأحاديث. قال: وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. يريد يقصد الإمام رحمة الله عليه أن الناس تغيروا وفسدوا وساءت مقاصدهم وكثر نفاقهم، ده الكلام ده عنده هو، فقل من يوثق به منهم أو من يسلم الناس من أذاه. طب عرفنا الأولانية، وهذا زمان الصبر. طيب من لك بالتي كقبض على جمر؟ قالوا من لك بالتي جملة استفهامية تستعمل فيما يستبعد وقوعه. معقولة؟ تاخدي بالكم؟ ها؟ من يسمح لك، المقصد مقصد الكلام، من يسمح لك بحصول الحالة التي هي كقبض على جمر؟ طب وحصولها ايه؟ حصول هذه الحالة القيام بأوامر المولى تبارك وتعالى. وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر، ده هو اللي هيوصل لهذه الحالة، يبقى كالايه؟ كالقابض على جمر. يبقى هو ده اللي إذا وصل إلى هذه الحالة، يبقى حصول هذه الحالة من لك بكذا. ها؟ وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا. أي لو ساعدت عين صاحبها لكثرة بكائها لتوكفت. التوكف اللي هو إيه؟ توكفت قطرت، اللي هي توكفت السحب قطرت وتصببت وسالت، أدي معنى إيه؟ توكفت. ولو أن عينا ساعدت على البكاء مش هينقطع ديما، لتوكفت سحائبها إيه؟ بالدمع ديما دائما. معنى الديما هنا يعني إيه؟ دائما. الحاجات اللي هي البسيطة اللي زي كده ممكن أنت تكتب فوق منها، يعني ديما دي تكتب فوق منها إيه معناها، عشان بس ما إيه؟ ما يبقاش يصعب عليك الكلام. ولو أن عينا ساعدت على البكاء، ساعدت على البكاء من إيه؟ البكاء من التقصير في الطاعة. الإنسان بيبكي إنه مقصر في الطاعة. لو ساعدت العين لتصببت الدموع، مش كده ولا إيه؟ دائما. وهطلا، هطلا اللي بيسموه تتابع المطر، يعني ما هوش المطر إيه؟ أحيانا يقول لك المطر ينزل مرة واحدة ويريح الناس، إنما في المطر اللي هو إيه؟ تبص تلاقيه يفضل على طول، لا هو منقطع ولا هو صب مرة واحدة. يبقى هطل الإيه؟ الهطل اللي هو إيه؟ تتابع الإيه؟ تتابع المطر. ولو أن عينا، ولو أن عينا ساعدت على البكاء لتوكفت، لم يتوقف، تصببت سحائبها بالدمع ديما وهطلا. طب ليه ما عملتش كده؟ ولكنها عن قسوة القلب قحطها،
وشوف التشبيه هنا، قحط يبقى فيه مطر، ما فيش مطر يبقى فيه ايه؟ قحط. ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللة، أي لم ينقطع الدمع إلا بسبب إيه؟ قسوة القلب. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، من خشية الله تعالى. وبرضو في هذا المعنى أربعة من الشقاء، أربعة من الشقاء: جمود العين، وقساء القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. رواه البزار هذا الحديث أيضا. أربعة من الشقاء: جمود العين، وقساء القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. ده خلي بالك، ده المسألة، مسألة الإنسان اللي عنده عواطف دي موضوع مش بيد الإنسان. ده في واحد يبقى ميت أبوه، ميت ابنه، ده وده، تلاقي لا عينه لا إيه، لا تدمع، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. يعني إيه يا ضيعة الأعمار؟ يا قوم احذروا ضياع الإيه؟ ضياع العمر، احذروا ضياع الأعمار. سبهلل حتف الفارغ، سبهلل دي اللي هي الإيه؟ الإيه؟ الفراغ أو الشيء الغير محمود، تمشي فراغا أو تمشي غير إيه؟ غير محمودة، يبقى إيه؟ تمشي سبهلل. فيا ضيعة الأعمار تمشي إيه؟ فراغا دون تحصيل. ثم قال رحمة الله عليه: بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا. بنفسي يعني أفدي بنفسي، أفدي بنفسي من طلب الهداية، أي من سلك الطريق المستقيم الموصل إلى الله تعالى. وكان له القرآن شربا ومغسلا، وكان له القرآن شربا ومغسلا، أي إذا اقتسم الناس حظوظهم يوم القيامة يكون حظه هو إيه؟ القرآن. فيكون له إيه؟ يكون له إيه؟ يكون حظ القرآن شربا يرتوي به، ومغسلا يتطهر به من الإيه؟ من الذنوب. يعني إذا اقتسم بنفسي من استهدى، من استهدى بنفسي أي أفتدي بنفسي، من إيه؟ من عرف طريق الهداية إلى الله وحده وكان حظه بين الخلائق القرآن، وكان له القرآن شربا ومغسلا، وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا. طابت حتبقى معطوفة عليه، وطابت كان له القرآن شربا على من استهدى، مش كده ولا ايه؟ لا، على من استهدى. خلاص. طيب وعليه هنا، وطابت عليه، لا طابت له، طابت له، وطابت له أرضه، وطابت له أرضه على، باتفاق الشراح على عليه هنا تبقى عملت حلت محل ايه؟ له. خلاص.
أي طابت له الأرض التي تحمله، طابت له الأرض التي تحمله لما عنده من الانشراح بسبب إيه؟ صلاح الحال مع الله تعالى. فتفتقت، قالوا دي كناية عن إيه؟ عن ثناء أهلها عليه واغتباطهم به، أو أن الأرض زكت وكثر خيرها بسبب هذا المستهدي. والعبير اللي هو الإيه؟ العبير إيه يا حبيب؟ العبير الزعفران. العبير هو إيه؟ الزعفران. وطابت عليه أرضه فتفتقت، تفجرت بالرائحة الإيه؟ بالرائحة الطيبة، بكل عبير حين أصبح مخضلا مبتلا. الإخضال هنا الإيه؟ ابتل. فطوبى له والشوق يبعث همه، وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا. طوبى هنا دي فطوبى له خبر أو إيه؟ أو دعاء. خبر أو دعاء، أي العيش الطيب له في هذه الحالة اللي هي حالة إيه؟ طابت عليه أرضه، ما أطيب عيشه حين يبعث الشوق همه. والهم الإرادة، إرادة الخير، والخوف من التغير، لأن هو همه إيه؟ خايف من العاقبة، ويطلب الثبات على الإيه؟ على الطاعة. فطوبى له والشوق يبعث همه، وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا. عارفين إيه الزند؟ ها؟ لا مش الزند ده، حد يقول الزند؟ الزند اللي في القديم كانوا عشان يشعلوا النار يعملوا ايه؟ فيه زند وزنده، حجرين كده، الحجر اللي تمسكه كده تك تك ضارب بيه يعمل ايه؟ ده اسمه الايه؟ الزند. واللي تحت دي اسمها الايه؟ الزنده، تضرب كده يشعل ايه؟ يشعل النار. هذا ايه؟ وزند الاسى، الاسى الحزن. الأسى هنا الحزن، أي الشوق إلى ثواب الله. والأسى الحزن، الحزن. ويهتاج في القلب، يهتاج يعني إيه؟ يثور، يثور الأسى الحزن على ما فات من التقصير أو الخوف مما يأتي. يهتاج في القلب إيه؟ مشعلة، سبب الحزن المشتعل، التأسف على ما ضاع من العمر وعلى ما هو آت. فطوبى له والشوق يبعث همه، والشوق إلى الطاعة يبعث دائما مخليه إيه؟ خايف، يبعث همه. وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا. هو المجتبى، هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا. هو يقصد مين؟ يقصد هذا الشخص اللي عمال يوصف بيه، اللي خايف واللي يطلب الثبات على الطاعة واللي كذا، واللي اللي هو من استهدى إلى الله إيه؟ وحده، وكان له القرآن شربا ومغسلا. هو يبقى هو المجتبى، هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا منهم، منهم غريبا عن أهل الدنيا مستمالا، الناس كلها بتحبه، ها؟ مؤملا، مؤملا فيه. ده الكلام كده إجمالا. قالوا معنى يغدو، قالوا فيها معنيين. قالوا الأول معنى يغدو
أنها من غدا يغدو إذا مر، ده المعنى الأول، أي يمر بالناس بالصفات الآتية، أي غير مزاحم لهم على دنيا. يبقى دي معنى إيه؟ يغدو على الإيه؟ على الناس كلهم، يعني يمر على الناس زاهد فيما إيه؟ في أيديهم وزاهد في الدنيا. طب ده الأول، الأول غدا من معنى إيه؟ غدا يعني إيه؟ يمر. طب الثاني، قالوا أنها من غدا بمعنى صار، التي من أخوات كان وعلى الناس، هيبقى في الحالة دي إيه؟ خبرها، أي رفع الله تعالى منزلته على الناس، وقريبا وما بعدها هتعتبر إيه؟ أخبارا لها أيضا أو أحوال. وده قاله إيه؟ أبو شامة، هذا الكلام قاله أبو شامة. طيب، قريبا المعاني واحدة واحدة، إحنا عندنا أربع حاجات هنا. هو المجتبى يغدو على الناس كلهم، أول حاجة إيه؟ قريبا، وبعدين إيه؟ غريبا، وبعدين إيه؟ مستمالا، وبعدين إيه؟ مؤملا. خدوهم واحدة واحدة. قريبا متواضع، متواضع أو قريب من الله، من الله تعالى قرب إيه؟ قرب الرحمة والطاعة. أدي معنى إيه؟ قريبا، يعني إما قريبا دي تبقى متواضع أو إيه؟ قريب من طاعة الإيه؟ طاعة الله. طب غريبا، غريبا لقلة أشكاله في التمسك بالحق، لأنه كالقابض على إيه؟ كالقابض على الجمر، مش سبق إنه قابض على الجمر؟ ما هو اللي هيبقى قابض على الجمر هو ده اللي إيه؟ غريب، غريب في 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 شكله، ماشي؟ كالقابض على جمر، أدي معنى إيه؟ غريب، غريب لإيه؟ هيبقى غريب لقلة أشكاله في الوجود. طيب، مستمالا، دايما الناس الصالحين بتلاقي كل الناس بتحبهم، لأن هو الصالحين دول زاهدين في إيه؟ فيما في أيدي، إن زاهدين في الدنيا كلها، فالناس تحب أول ما يطلبش منه. أنتم منتبهين معي؟ يعني دايما إيه؟ ما هو إيه؟ ازهد في أيدي الناس إيه؟ يحبك الإيه؟ الناس، الناس يحبوك عشان كده. فهو ده تلاقيه دايما الكل بقى رايح يشكيله، والكل بيطلب منه، يبقى أدي إيه؟ أدي معنى مستمالا. خلاص؟ يطلب منه من يعرف حاله الميل إليه والإقبال عليه. طب مؤملا، أظن هتبقى واضحة لكم جميعا، إنسان بيأمنوا فيه، يعني ادعي لنا. أنت إنسان لما بتلاقي بتتوسم في إنسان خير دايما تطلب منه الإيه؟ الدعاء، ادعوا لي. خلاص؟ يبقى ده يبقى مؤمل عند نزول الشدائد بدعواته وبركته. يبقى إنسان بركة هذا الشخص أنت بتبقى بتتأمل فيه فتطلب منه الإيه؟ الدعاء. يبقى دي ما عرفنا إيه؟ قريبا. يبقى هو المجتبى اللي هو الشخص اللي سبقت أوصافه، يغدو على الناس كلهم، هيا إما أدخل لا يمر أو صار معي. قريبا، غريبا، مستمالا، مؤملا. ثم قال رحمة الله عليه: يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا. يعد، الضمير المخفي هنا عايد على مين؟ عليه هو برضه. يعد جميع الناس، مش انت حاسس ان فيه ضمير هنا ولا ايه؟ ولا مش حاسين بيه؟ ها؟ طيب، يعد جميع الناس، يعد هو جميع الناس مولا. يعتقد ويحسب، يعني معنى يعد يعتقد. طيب، قالوا العلماء وأفرد مولا، ده هو بيقول لك يعد جميع الناس
مولا، قال لك أفرد مولا، مولا قالوا حملا على لفظ إيه؟ جميع. أفرد مولا ما هو إيه؟ يعد جميع الناس، مفروض الكلام يستقيم إيه؟ موالي. إنما قال لك مولا، مولا خلاص، قالوا حملا على إيه؟ على جميع، ودي لها شاهد في القرآن الكريم، نحن جميع منتصر، مش كده ولا إيه؟ نحن جميع منتصر، لها شاهد في كلام المولى تبارك وتعالى. طيب يعد دي برضو لها إيه؟ فيها معنى إيه؟ إحنا عرفنا الأول يعد يعتقد، يعد يعتقد أو يحسب. طيب مولا دي قالوا الشراح يعد كل واحد منهم عند الله، انتبه، عند الله مأمورا مقهورا، فلا يرجوهم ولا يخافهم ولا يرى لهم نفعا ولا ضرا، لأن أمورهم تجري على سابق القضاء والقدر. لأنه بقول لك إيه؟ يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعله. يعني أنا مش هخاف منك، اعمل فيا اللي أنت هتعمله، لأن اللي أنت هتعمله هو اللي سابق في قضاء اللي إيه؟ في قضاء الله سبحانه وتعالى. يبقى المعنى الأول، المعنى الأول اعتقد أن كل، أعيد الكلام تاني، اعتقد يعد، إحنا قلنا يعد يعتقد، يعد كل واحد منهم من الناس عند الله مأمورا مقهورا، فلا يرجوهم ولا يخافهم ولا يرى لهم نفعا ولا ضرا، لأن أمورهم تجري على سابق القضاء والقدر. ده المعنى الأول، والمعنى ده جميل جدا، مش كده ولا ايه؟ طب المعنى الثاني، يعد جميع الناس مولا، انت دايما بتقول لفلان يا مولانا، بتقصد بها ايه؟ بتقول يا عبدي، سيدي، خلاص، مولانا، مولانا اسياد، سيدنا، مش كده؟ ادي معنى ايه؟ مولانا. يبقى هنا ثانيا مولا اي اسيادا، يعتقد ان كل الناس ايه؟ اسياد، اسياد، فلا يحتقر احدا منهم، بل يتواضع لكبيرهم وصغيرهم لجواز ان يكون خيرا منه، فان النظر الى الخاتمه، النظر الى الخاتمه. يبقى عندنا ايه؟ هذا الشخص اللي هو وصف بالأوصاف السابقة يعتقد أن جميع الناس مولا، إما مولا لا نفع له ولا ضر، وإما مولا يعتقدهم إيه؟ يعتقدهم أسياد. وصلت يا أحبة؟ طيب، يرى نفسه بالذم أولى، لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألى. لا يشغل نفسه بعيب الناس وذمهم، ويرى، يرى إيه؟ يرى ذمه لنفسه أولى، يرى ذمه لنفسه أولى من ذم الناس، أو يرى نفسه مقصرة بالنسبة إلى غيرها مما سبقه فيذمها. يبقى هو حاجة من اتنين، إما إني ما يشغلش نفسه بعيوب الناس، لا، يشغل، شاغل نفسه بإيه؟ بعيوبه، أو بيذم نفسه على جوانب الإيه؟ التقصير، قياسا على الإيه؟ على الصالحين من الإيه؟ من السابقين. ف
فيذمها. طيب يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد، أي على تحصيل الشرف، على تحصيل الشرف. هنا في على المجد لم تلعق من الصبر والألة. الصبر دي طبعا الأول اعرفوا فيها ثلاث لغات: الصبر والصبر والصابر. يبقى ايه الصبر؟ الصبر والصبر والايه والصبر. وقالوا اضعف لغة في الثلاثة، تتوقعوا ايه؟ لا، الصبر. تصوروا الصبر أضعف لغة في الثلاثة، الصبر. أصل هو دلوقتي الكلام عن حاجة، الصبر ده الحاجة المرة، احنا دلوقتي بنتكلم عن حاجة مرة. وطبعا عندنا ايه الفلاحين مننا من اللي قاعدين يعرفوا شجر الايه، شجر الصبر ده، الصبر اللي هو بيسموه الصبار، واللي هو ايه لما كانوا عيال صغيرين يفطموا العيل يجيبوا يحطوا منه في ثدي امه عشان الولد خلاص ما يجيش ناحيتها ايه تاني. وانا ممن فطمت بهذه الطريقه، واذكر يوم فطامي. حد يتخيل؟ حد يتخيل؟ حد فيكم يفتكر نفسه لما اتفطم؟ انا فاكر نفسي لما اتفطم، لان حطوا لي كده ده على ثدي امي، فاول ما قربت استفرغت. البتاع ده شديد جدا، انت لما تفتحها كده والعياذ بالله الريحه بس تخليك تستفرغ. فانا اول ما قربت كده حسيت، رحت عملت ايه؟ جيت جايب دورق ميه وجيت جاي عند امي كده وقعدت اغسل لها صدرها، وما اتفطمتش الا عن قناعه. يبقى ايه الصبر ده؟ الاسم، الاسم الايه؟ اسم الشيء، الشيء المر. قال يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد، أي على الوصول إلى كمال الشرف والدرجات العلى، لم تلعق من الصبر والآلة. طب إيه الآلة؟ نشوف كلام الإمام السخاوي رحمة الله عليه. قال علم الدين السخاوي، ولو قال، هو بيعترض على شيخه، ما السخاوي تلميذ ايه؟ تلميذ الإمام الشاطبي. قال أصلي تلعق من الصبر الآلة ده، الآلة ده خلي بالكم هيبقى نبت، نبت زي الايه، هو سماه هنا الشيخ الشيح، شيخ علم الدين السخاوي الشيح، له رائحة. نعم، فالتعبير هنا، طب أنا دلوقتي ممكن الحاجة السائلة دي ألعق منها، الصبر ممكن يتلعق، طب التاني يتلعق؟ ينفع يتلعق؟ ما ينفعش يتلعق. فالشيخ قال إيه رحمة الله عليه؟ ولو قال لم تصبر على الصبر والألة، مش لم تلعق من الصبر والألة، قال ولو قال لو إيه لم تصبر على الصبر والألة لكان أحسن، لأن الألة لا يلعق، الألة لا يلعق، وهو نبت يشبه الشيحة رائحة وطعما. وبرضو الفلاحين اللي موجودين من هنا يعرفوا الإيه الشيح ده، عادة كانوا يجيبوا الشيح ده عشان ايه؟ عشان التعابين، ماشي. يحطوه في المكان، المكان اللي يتحط فيه الشيح ده لا يدخله الثعبان. وبعدين هما كانوا يحطوه ايه؟ يجيبوا خرقة كده، مش يحطوه يعني يبدروه كده، لا ده هو يتحط بس يتلف في خلقة كده، ويتحط تبص تلاقي تنبعث منه رائحة
تطرد التعابين. المكان اللي كانوا بيخافوا من التعابين من الفلاحين يقول لك حط ايه، حط شيح في المكان، وكانوا بيسقوه للناس اللي هم عندهم امراض في بطونهم وكذا وكذا. يبقى هو قال لك ايه، وهو نبت يشبه الشيح رائحة وطعما ولا يستعظم لعقه، وإنما يستعظم الصبر إيه عليه مع عدم. متابعين معي؟ يعني قضية اللعق ما هيش هي المشكلة، المشكلة في الإيه، المشكلة في الطعم. وقوله من الصبر أي من مثل إيه الصبر. وواحدة الألاء، ألاءة، الألاء احنا عرفنا الألاء الآن، الألاء اللي هو الايه، الشيح، الألاء اللي هو الشيح. طيب الواحدة، الواحدة منه ايه الايه، الألاء. طيب الواحدة منه هتبقى ايه، ألاءة. قال أبو شامة في توجيه هذا الكلام، يعني لم تلعق من الصبر والألم، هيبقى قال لك ده من باب إيه؟ ما عشان اللي بيتكلمه قال لك من باب إيه؟ متقلدا سيفا ورمحا. هو السيف بيتقلد، يبقى دي من باب دي، وحاجة تانية قال لك إيه؟ وعلفتها تبنا وماء، وعلفتها تبنا وماء. هو المية بتتعرف، يبقى ايه، وعلفتها تبنا. يبقى كلام الشيخ رحمة الله عليه ولم تلعق من الصبر والألا، يبقى رد كل واحدة. هنا ده كلام ايه أبو شامة، قال أي لم تلعق من الصبر، لم تلعق من الصبر ولم تأكل من الايه، من الألاء، أي لم يتناول الأشياء المرة لعقا مما يلعق وأكلا مما إيه، مما يؤكل. وبرضو أبو شامة له تاني تعليق، قال ولو قال ولم تطعم، ولم تطعم من الصبر والألاء لجمع إيه، لجمع الأمرين. طبعا هناك علم الدين السخاوي قال إيه، لم تصبر على الصبر والألاء، هنا قال إيه، لم تطعم من الإيه، من الصبر والألاء لجمع بين الإيه، بين الألاء. في هنا لمحة، نعم، لا ده لسه جاي النبي التاني. طيب يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألم. يعني إيه اللي فهمتوه من الكلام ده؟ إنها على الوصول إلى المجد لم تتحمل المشقة، أدي معنى إيه؟ لم تلعق من الإيه؟ من الصبر والألم. ثم قال رحمة الله عليه: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. قال الشراح: نظم الإمام الشاطبي هذا البيت، ده هو بيقول لك وقد قيل كن كالكلب، كن كالكلب ده أخس الحيوانات وأنجسها. قال نظم هذا البيت في قول مأثور عن أبي عبد الله ابن منبه، قال أوصى راهب رجلا، أوصى راهب من الرهبان رجلا فقال انصح لله حتى تكون كنصح الكلب لأهله، فإنهم يجوعونه ويضربونه ويأبى إلا أن يحيط بهم نصحا. يعني إيه الكلام ده يا أحبة؟ يعني هو طبعا نظم في هذا القول المأثور، هذا البيت في هذا القول المأثور. هذا الحيوان
اللي هو أخس الحيوانات أفضل صفة في هذا الحيوان صفة الإيه؟ الوفاء. دائما يعني تضربه وهو يبقى جنب منك يجي لك ويهز ديله كده وحوالين منك، وحتى في بيت كأنك إيه؟ كالكلب إيه؟ كأنك كالكلب في الوفاء بالعهد وكالتيس في قروع الخطوب. ده واحد وصف إيه؟ ده وصف الأمير، وصف الملك. ده وقف كده قدام منه بيقوله إيه؟ كأنك كالكلب في الوفاء بالإيه؟ ارجعوا لهذا البيت، ده احنا درسناه يا أولاد، انتوا بتستغربوا له ليه؟ أنا فاكر مرة علينا، مش فاكر في الإعدادي ولا في الثانوي، ها؟ كأنك كالكلب في الوفاء بالعهد وكالتيس في قروع الخطوب. يعني ايه؟ شبهه في الايه؟ في الوفاء بالكلب، وفي الجد والمحاربة بالايه؟ بالتيس. عارفين التيس؟ يعني عند المناطحة كايه؟ في قروع الايه؟ الخطوب. وقد قيل كن كالكلب، أي لا تترك نصح الناس. المعنى الإجمالي من هذا البيت، لا تترك نصح الناس وإن أذوك كما لم يترك الكلب نصح أهله، أو لا تقصر في طاعة الله. ده معنى الأولاني معنى، أو لا تقصر في طاعة الله وإن امتحنك ببلاء أو مرض كما لم يقصر الكلب في خدمة إيه؟ في خدمة أهله. وقال العلماء، نبه المخاطبين بالصفة المحمودة في أخس الحيوانات، وهي خدمة إيه؟ خدمة أهله. حتى بيجوعوه، حتى ده خلي بالك، ده الكلب بيشم رائحتك، ولو بعد 20 سنة لو انت في مرة، حتى الكلاب اللي تصل الى كلاب مسعورة، خلي بالكم الموضوع ده غريب جدا، في كلاب بتوصل اللي كانوا بيقتلوها زمان في الحواري عندنا، الكلاب المسعورة دي لو واحد في يوم من الايام اعطى كلب من الكلب اللي وصل انه مسعور، لما يجي عنده ما يعضوش، هو يعض اي انسان، انما لا يعض يعني كما رأينا في أريافنا. يأتلي، هي دي العبارة، يعني يأتلي طبعا يقصر مش كده، ولا يأتلي، وما يأتلي يعني لا يقصر في نصحهم، متبذلة بذل جميع الوسع كل ما عنده والاسترسال في هذا الايه؟ في هذا البذل. يأتلي، احنا عندنا في قول المولى تبارك وتعالى ولا يأتلي، طب هل دي زي دي؟ لان هنا ممكن ايه؟ قال العلماء، يأتلي يفتعل، يأتلي يفتعل، من ألا في ما ألا في الأمر يألو، ألا في الأمر يألو أي يقصر، يقصر. ومنه لا يألونكم خبالا، من هذا المعنى، من يأتلي اللي معانا دي، لا يألونكم خبالا. معناها ايه دي؟ ده ما بيأثروش، بيبذلوا كل الجهد في ان ايه؟ يشوشوا على الايه؟ في الحروب، لان دي نزلت في سوره ايه؟ فين الاول الايه دي؟ لا يألونكم خبالا، فين يا حفاظ؟ لا يألونكم خبالا، خلاص، لا يقصرون في ايه؟ بث الفتنه بين الايه؟ بين المؤمنين. يبقى يأتلي اللي هنا دي منها ايه؟ لا يألونكم. قالوا، وأما قوله ولا يأتلي أولو الفضل، فهو أيضا يفتعل، ولكن من الألية، من الألية، وهو الحلف اللي هي في سورة الإيه؟ في سورة النور، ولا يأتلي
يعني ولا يحلف ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. ثم قال رحمة الله عليه: لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم وأن يستجيب لدعوة هذا العالم الجليل. لعل الله تعالى يقينا إن قبلنا هذه الوصايا التي سبق ذكرها وعملنا بها يقينا إيه؟ جميع مكاره الدنيا والآخرة. هولا هولا دي ده جمع مش كده؟ جمع إيه؟ جمع هائل. يقال هالني الأمر يهولني هولا أي أفزعني، فهو هائل هائل أي مفزع. خلاص. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا. اللهم قنا كل المكاره يا رب. ثم قال رحمة الله عليه: ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم أي ولا يجعلنا من الذين تهاونوا بكتاب الله فيشكوهم إلى الله تبارك وتعالى. طب يمحل سب إذا ما نسوه، إذ ما نسوه، لأن فيها كلام، ومن أراد التوسع في هذه العبارة خاصة إذ، إذ يرجع إلى كلام السمين الحلبي أو أبو شامة تكلم فيها بتوسع. ولكن خلينا يمحل، فيمحل محل به وشى، المحل محل به وشى به، يعني سعى به إلى السلطان وبلغ أقواله القبيحة، يعني نقل كلامه، أدي معنى المحل. ولذلك في الحديث الذي سبق وقلناه في أول المقدمة: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. من شفع له القرآن يوم القيامة نجا، ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله في النار على وجهه. الله الله على الأصغر، الله 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 أكبر. أم الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا وشحن صفة وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام في كلمتين يا هلا. الله وسلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء.